जा फिदा करूं तेरे नाम पे जा फिदा ना बस एक जहां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं दारुलूम जामिया नईमिया साले शशम के तालिब इल्म अरबी में तकरीर करने के लिए तशरीफ लाते हैं मौलाना मोहम्मद एहतिशाम साहब मौलाना मोहम्मद एहतिशाम साहब الآن يجيء أمامكم الطالب بالشام اليوم ويتكلم معكم باللغة العربية أسبح باسمك الله وليس سواك أخشاه وأعلم أن لي قدرا سألقاه سألقاه وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناسيتي وعنواني وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحاني نغني بيننا مثلا بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني وكنا نرسم العربية ممشوقا بهامته له صدر يصد الريح إذ تعوي مهابا في عباعته وكنا مهد أطفال تحركنا مشاعرنا ونسع في الهكايات التي تروي بطولتنا وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى وأن عدونا صهيون شيطان له زين وأن حروبنا وأن جيوش أمتنا لها فعل كما الزين سأبحر عندما أكبر سأبحر عندما أكبر أمر بشاطئ البحرين في ليبيا وأجني التمر من بغداد في سوريا وأعبر من موريتانيا إلى السودان أسافر عبر مقدشي إلى لبنان وكنت أخبئ الأشعار في صدري ووجداني بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني جيد جيد ما شاء الله وحين كبرت حين كبرت لم أحصل على تأشيرة للبحر لم أبهر وأوقفني جماز غير مقدوم على الشباك لم أعبر حين كبرت لم أبهر فلم أعبر كبرت أنا وهذا الطفل لم يكبر كبرت أنا وهذا الطفل لم يكبر تقاتلنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم يا حكام أمتنا تعذبنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم يا حكام أمتنا ألستم من نشأنا في مدارسكم تعلمنا مناهجكم ألستم من تعلمنا على يدكم بأن الثعلب المكار منتظر سيأكل نعجة الحمكى إذا للنوم ما خلق ألستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم أن اعتصموا بحبل الله واتحدوا؟ لماذا تحجبون الشمس بالأعلام؟ لماذا تحجبون الشمس بالأعلام؟ تقاسمتم عروبتنا ودخلا بينكم سرنا
سيبقى الطفل في صدري يعاديكم، سيبقى الطفل في صدري يعاديكم، تقسمنا على يدكم فتبت كل أيديكم. أنا العربي لا أخجل، أنا العربي لا أخجل، ولدت بتونس الخضراء من عسل عماني، وعمري زاد عن ألف وأمي لم تزل تحبل. أنا العربي في بغداد لي نخل وفي السودان شرياني، أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وعماني، مسيحي وسني وشيعي وكردي ودردي وعلبي، مسيحي وسني وشيعي وكردي ودردي وعلبي. أنا لا أحفظ الأسماء والحكام استرحل، سئمنا من تشتتنا، سئمنا من تشتتنا وكل الناس تتكتل. ملأتم ديننا كذبا وتصويرا وتأليفا، أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا. هجرنا ديننا عمدا فعدنا الأوس والخزرج، نولي جهلنا فينا وننتظر الغبا مخرج. أيا حكام أمتنا، سيبقى الطفل في صدري يعاديكم يقاضيكم، ويعلنوا شعبنا العربي متحدا، فلا السودان منقسم ولا لبنان محتل ولا لبنان منكسر، جدا بالجرحى منفردا. سيخرج من أباءتكم رعاه الله للجمهور متحدا، هو الحكام لا أنتم، هو الجمهور لا أنتم. أتسمعني جهافلكم؟ أتسمعني دواجين المعاقل في جحافلكم؟ هو الإسلام لا أنتم، هو الحكام لا أنتم، ولا أخشى لكم أحدا. هو الإسلام لا أنتم، فكفوا عن تجارتكم وإلا صار مرتدا. وخافوا إن هذا الشعب حمال، وخافوا إن هذا الشعب حمال، وإن النوق إن صرمت فلن تجدوا لها لبنا ولن تجدوا لها ولدا. أنا باق وشرعي في الهوى باقي، سقينا الذل أوعية، سقينا الجهل أدعية، مللنا السقي والساقي. أحذركم سنبقى رغم فتنتكم، فهذا الشعب موصول، حبائلكم وإن ضعفت فحبل الله مفضول. سأكبر طارقا للطفل فرشاتي وألواني، ويبقى يرسم العربي ممشوكا بهامته، بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. ما شاء الله، في رأي جدا. نرحب الضيوفنا الكرام بأعماق قلوبنا في هذه الحفلة المباركة.